قال الولد حمل قلبي حنين والله يشهد بأنني كنت أسمع داخل ضلوعي حنينه، حطيت طعنه بظهري تشقق الحيز الأسود ودمعتي سالت أمزان كالسيل يغرق مدينة. من حين جاني خبر في موت كتي محمد أخي سلاح الشدايد حصن الحصون الحصينة، أقسم برب السماوات لو قاتله قد تعمد القتل لاش اللي ثارك من قبل تغمض عيونه. قصيدة كلمات أبو خالد وليد الخضر من أهالي بيت الخضر المحويت، وهذه القصيدة لقاها تعزية بعد وفاة أخوها المقتول بإذن الله الشهيد محمد الخضر بعنوان فراق الشقيق. يلحنها فائزة الشمس عزفها أبو خليل عبد الفرحان وأيقحاز وبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفائزة الشمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. يالله يا من دعيتك أنت العظيم الممجد، يا مالك الملك يا عالم بباقي سنين، فضلك وخيرك علينا محال يحصى ويعتد، وابو الكرام ظن باك يا من حبالك متينة. قال الوليد حن قلبي حنين والله يشهد لأنني كنت أسمع داخل ضلوعي حنينة. قال الوليد حن قلبي حنين والله يشهد لأنني كنت أسمع داخل ضلوعي حنينة، حسيت طعنه بظهري تشقق الحيز الأسود ودمعتي سالت أمزان كالسيل يغرق مدينة. من حين جاني خبر في موتك في محمد أخي سلاح الشدايد حصن الحصون الحصينة. خبر في موتك في محمد أخي سلاح الشدايد حصن الحصون الحصينة، حنيت ما حن رشاش يقرح وما الرعد أرعد، معقول ليت الليالي فارق أهله بحينة. الحمد لك يا إله الكون يا واحد أحد، الأمر أمرك حمدتك ما شن مادنا الزنينة. الحمد لك يا إله الكون يا واحد أحد، الأمر أمرك حمدتك أعداد مازن الزنينة. شليت روحه بأمرك من بعد ما الطفل يولد، يومين من حن عيونه شافت بصورة ضنينة، واليوم في داخل القبر أشوف محمد ملحد. يا رب تغفر ذنوبه ونزل عليه السكينة. آمين. واليوم في داخل القبر أشوف محمد ملحد، يا رب تغفر ذنوبه وانزل عليه السكينة. ما زاد بقي من حياته إلا صدور المجلد، كلهم مواقف رجوله وافعال دايم ثمينة.
صحيح قاعد مات لكن ذكره بقلبي مخلد محال انا انساه والروح من بعد موته حزينه. صحيح قاعد مات لكن ذكره بقلبي مخلد محال انا انساه والروح من بعد موته حزينة. اقسم برب السماوات لو قاتله قد تعمد القتل لاش اللي تارك من قبل تغمض عيونه. القتل قد كان غلطة وكل شاهد تقلد انه خطأ غير مقصود من دون اية ضغينة. القتل قد كان غلطة وكل شاهد تقلد انه خطأ غير مقصود من دون اية ضغينة. هذا قضى رب الارباب والكل عمره محدد والموت له عدة اسباب والصبر واجب وزينة. يا رب نور له القبر اللي بواسطه قد امتد وانه ينال الشهادة يحمل كتابة يمينة. صرت من عندي لا عند بي حناجة كفا يا رب نور له القبر اللي بواسطه قد امتد وانه ينال الشهادة يحمل كتابه يمينه. والاهل تلهمهم الصبر على فراق الذي شد فجاه وودع حياته وعيش دنيا لعينه. النار في داخل العين مع خواته تأكد ارتاح واحنا له الحي يعيش رافع جبينه. نعم النار في داخل العين مع خواته تأكد ارتاح واحنا له الحي يعيش رافع جبينه. ما دام جده وفارس حوله عاير زحو يشتد احنا له البر والبحر واحنا شراع السفينه. ما دام جده وفارس حوله عاير زحو يشتد احنا له البر والبحر واحنا شراع السفينه. والشكر مني للاخوان وكل من قد توافد واللي حضر في الجنازه حي الرجال الرزينه. والختم صلي على احمد بعذر عوده معند شفيع كل الخلايق مولى الصفات الحسينه. شفيع كل الخلايق مولى الصفات الحسينه. كل البنادق رحبت بك كما فيك وتقارحت بالجو بأعلى صداها والقنبلة فكت صواعق تحييك حتى البوازيك رحبت بك معاها والبارجة ترست في البحر تحميك والميج لجلك حلقت في سماها. كلمات الشهيدة المقبولة بإذن الله محمد الخضر القاهر رحيبا بالمولود
الذي أسماه عمار، ثم وفاة المنية بعد يومين من بعد ظهور ابنه عمار. نسأل من الله أن يتغشى برحمته الشهيد محمد الخضر أبو عمار. كل البنات قراحة بتبت ماتيك وتكرحت بالجو بعلى صداها، كل البنات قراحة بتبت ماتيك وتكرحت بالجو بعلى صداها، والقنبلة فكت صواعق تحايك حتى البوادك راحة بتبك معاها. والقنبلة فكت صواعق تحايك حتى البوادك راحة بتبك معاها، والبرجة ترست في البحر تحميك، والميج لاجلك حلقت في سماها، والميج لاجلك حلقت في سماها. عهدا علينا يا محمد نجازيك، نطرح عيالك في مكانة تباها، واسأل من المولى من الحوض يسقيك، حوض النبي للنفس يروي ظماها، ويسكنك في جنته قرب باريك، تلقى شفاعة سيد الخلق طه. الجواب من أبو خالد الخضر جوابا على كلمات أخوها الشهيد المقبول بإذن الله أبو عمار محمد الخضر، بعنوان عهدا علينا يا محمد. نطرح عيالك في مكانه تباها، عهدا علينا يا محمد نجازيك، نطرح عيالك في مكانه تباها، واسأل من المولى من الحوض يسقيك، حوض النبي للنفس يروي ظماها. واسأل من المولى من الحوض يسقيك، حوض النبي للنفس يروي ظماها، ويسكنك في جنته قرب دارك، تلقى شفاعة سيد الخلق ضاها، ويسكنك في جنته قرب مارك، ويسكنك في جنته قرب دارك، تلقى شفاعة سيد الخلق ضاها، تلقى شفاعة سيد الخلق ضاها، تلقى شفاعة سيد الخلق ضاها. للتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 771-69-4090 او 711-11-50-490. شيعة وسنة وهاجات حرب بين حفاد، عودي لنا يا ذرار القب يا له عودي، من خشى الحيد ما يلقى وراها حياد، مسؤولنا يختبي ويقدم الجندي، ولا زمان التخلف بعدها لا عاد. مسؤولنا يختبي ويقدم الجندي، ولا زمان التخلف بعدها لا عاد، هذا كلامي يعبر كيف ما ودي، وانته عليك خرج الموعنا مع الإعداد، يا مستمع للقاصد صلح على المهدي، محمد المصطفى ذي حراب الحسان.